مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية سومالاند احييكم، اليكم نشرة الاخبار وابرز ما فيها. عمدة اقليم سناق ونائب المحافظ المنطقة يشاركان في مناسبة تكريمية. عمدة منطقة مديرة يشارك في مناسبة تكريمية لطلبة منطقة مديرة. سلاطين وعقال ومثقفي مركز اقليم اودويني وتصريحا لهم. للمرة الاولى وقارات امريكية جوية تستهدف معسكرا لداعش. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ابرز العناوين، واليكم النشرة بالتفصيل. صرح اليوم سلاطين وعقال ومثقفين اودويني بدعمهم التام لحكومة سومالاند باعمال التطويرية والتنموية للبيئة المستمرة بكافة المدن واقاليم في سومالاند. صرح اليوم سلاطين وعقلاء ومثقفي اودويني بدعمهم التام بحكومة سومالاند باعمالهم التطورية والتنموية للبيئة، خاصة لتوفير حقل المواشي بالقرى والمدن بكافة الأقاليم في سومالاند. كما أشاروا بأن المحافظة على البيئة وحمايتها هي شيء لا يمكن الاستغناء عنه، ودعوا كافة الشعب السومالي بالحفاظ والحماية البيئة وعدم قطع الأشجار ومساسها بأي سوء. وأشاروا من خلال كلمتهم بأن البراري والمراعي المواشي والمناطق السكنية كانت معينة ومعروفة من قبل الاستعمار الإنجليزي من عام 1960. عقدت اليوم بجامعة جولكس مناسبة احتفالية في فرعها بمركز إقليم سناق بمدينة عيرقابو بحفلة تكريمية للطلبة الجدد انضموا إلى جامعة جولكس. عقدت جامعة جولكس مناسبة احتفالية في فرعها بمركز إقليم سناق بمدينة عيرقابو تكريما لطلاب جدد انضموا إلى الجامعة، وإعلانها أيضا عن افتتاح أقسام أخرى بتلك الفرع. هذا وقد شارك في هذه المناسبة عمدة إقليم سناك سيادة محمود علي سليمان رباح ونائب محافظ منطقة عيرقابو ومسؤولي وزارة التعليم بمدينة عيرقابو ورؤساء وعميد جامعة جولكس بفرعها في عيرقابو وسلاطين وأولياء أمور وطلاب وضيوف آخرين. وتحدث في بداية هذه المناسبة عميد جامعة جولكس بفرعها في مدينة عيرقابو جامع صالح ديريه ورئيس قسم كلية الشريعة بجامعة جولكس أحمد سعيد أحمد ورئيس قسم العلوم المادية بالجامعة أحمد محمد محمود، بكلمة أشار من خلالها عن الأدوار والمراحل العدة التي مرت بها الجامعة بفرعها بمدينة عيرقابو والإنجازات العظيمة التي تحققت أثناء تلك الفترة. كما تحدث أيضا هناك عدد من السلاطين وأولياء الأمور حيث رحبوا جميعا بما تقدمه الجامعة لطلابها وبتزويدهم بسلاح العلم والتعلم. كما تحدث في الختام عمدة إقليم سناق بكلمة أشار من خلالها عما تقدمه الجامعة لطلاب مدينة عيرقابو من فوائد جليلة في مجال طلب العلم والمعرفة. عقدت الجمعية النسائية الوطنية بولشو بجمهورية سومالاند مناسبة تكريمية للطلبة المستكملين للمرحلة الإعدادية في منطقة مديرة. عقدت الجمعية النسائية الوطنية بلشو بجمهورية سومالاند مناسبة احتفالية تكريمية للطلبة المستكملين للمرحلة الإعدادية في منطقة مديرة. هذا وقد شارك في هذه المناسبة محافظ منطقة مديرة ورئيس وزارة التعليم بإقليم الساحل. وفي بداية هذه المناسبة تحدث هناك محافظ منطقة مديرة ورئيس وزارة التعليم بإقليم الساحل بكلمة أشار من خلالها عن أهمية طلب العلم والتعلم، كما أثنوا كليهما على الجمعية بعقد هذه المناسبة التحفيزية للطلبة والطالبات المتخرجين من المرحلة الإعدادية بالمنطقة. كما تحدث هناك أيضا رئيس الجمعية النسائية الاجتماعية السيدة فاطمة محمد يوسف بكلمة مطولة أشارت من خلالها، عبرت عن أهمية العلم وتربية الطلاب بسلاح العلم والمعرفة. كما أشارت أيضا بالافتتاح للطلاب فصول المرحلة الثانوية التي لم تكن مسبقا بالمنطقة متوفرة للطلاب من أجل إبعاد الطلاب عن انقطاع المراحل الدراسية وسد التكاليف والحاجة التي ترغب الطلاب والطالبات بالبحث عن استكمال مراحل التربوية الأخرى في أماكن بعيدة يمكن لا يستطيع الكثير الذهاب إليها. أقيمت اليوم أمسية أدبية للشاعر الصغير مصطفى بمقر فندق إمبيريال بعاصمة هرقيسة. أقيمت اليوم أمسية أدبية للشاعر الصغير مصطفى بمقر فندق إمبيريال بالعاصمة هرقيسة. هذا وشارك في هذه الأمسية الأدبية أدباء ومثقفين ومسؤولون كبار وعلماء وضيوف شرف آخرون. وتحدث في هذه المناسبة عدد كبير من المشاركين في هذه الأمسية، حيث عبروا جميعا عن فرحتهم البالغة وأشاروا جميعا أن هذه الأمسية الأدبية مهمة للشباب لرفع لغتهم الأم. وفي الختام رحبوا بجميع من قام بهذه الأمسية الأدبية. دفن اليوم بمقابر دالوردة بعاصمة هرقيسة المرحوم علي وتالي، ونسأل له العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.
دفن اليوم بمقابر دولوردو بعاصمة هرقيسة المرحوم علي وتالي رحمه الله، حيث كان من ضمن موظفي الوزارة، وشارك في مراسم الدفن علماء وسلاطين وعقلاء ومسؤولون كبار من وزارة الإعلام والتوعية ومسؤولون آخرون، حيث تحدثوا جميعا عن تاريخ المرحوم من عدة جوانب مختلفة وشخصيته الفذة بين المجتمع، كما دعوا من العلي القدير بأن يسكنه فسيح جنانه ويمن على أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. قام التلفزيون القومي بجمهورية سومايلاند بزيارة تفقدي إلى أسواق المواشي بمدينة بوعة ومركز إقليم تقدير. قام التلفزيون القومي بجمهورية سومايلاند بزيارة إلى سوق المواشي بمدينة بورع بمركز إقليم تقدير، هذا وقد التقى التلفزيون بعدد من أصحاب المواشي والتجار وغيرهم من المواطنين السومايلانديين المتواجدين هناك. ومن خلال هذا اللقاء تحدث التلفزيون القومي مع بعض المواطنين وأصحاب المواشي، حيث أشاروا من خلال كلمتهم بأن سوق المواشي يعتبر في هذا العام مميزا من نوعه، حيث بلغت نسبة الشراء فيه أعلى نسبة مئوية مقارنة له مع العوام سابقة، وأن حركة البيع والشراء ارتفعت بنسبة عالية جدا لم تشهده التاريخ قبل، وبالذات هذا الشهر ذو القعدة من كل عام. كما التقى أيضا التلفزيون بأحد وكلاء شركة ديرو السيد موسى آدم دعالي ووكيل شركة الجابري عبد القادر بولالي أكبر شركات المصدرة للمواشي في جمهورية سومايلاند، حيث أشار كليهما بأن نسبة تصدير المواشي في هذا العام ارتفعت بشكل كبير، كما أنها تزداد نسبة الطلب في الخارج للمواشي سنة بعد سنة. وفي الشأن العالمي، أغلقت رحلات المطار صنعاء بعد مقتل عشرات من المدنيين. أغلقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطار صنعاء لمدة 24 ساعة بسبب القتال الدائر في العاصمة اليمنية بين القوات الحكومة والمسلحين الحوثيون الذي أدى إلى مقتل العشرات، وقتل أكثر من 40 شخصا في الاشتباكات اندارت الخميس بين القوات الحكومة يساندها مسلحون موالون لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومسلحو جماعات حوثيين في جزء الشمال القربي من صنعاء. وأفاد المصدر المحلي أن العشرات الجرحى نقلوا إلى عدد من المستشفى العاصمة إثر معارك عنيفة في شارع 30 والمحيط بجامع الأيمان، التي أدت إلى قطع شارع 60 ونزوح المئات الأسرى من المناطق المختلفة. قارات جوية أمريكية تستهدف للمرة الأولى معسكر تدريبي لداعش. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى الخميس أن طائرات أمريكية أغارت على مصر معسكر تدريبي لتنظيم داعش المتطرف في شمال العراق في أول غارة من نوعها على مثل هكذا هدف. وقالت القيادة التي تغطي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في بيان أن الغارة التي جرت في الساعات 24 الأخيرة استهدفت موقعا يقع قرب معسكر تدريب تابع لتنظيم جنوب شرق الموصل، وأسفرت عن تدمير عربة مصفحة ومبنيين مأهولين ووحدة عسكرية تابعة للتنظيم. وردا على سؤال وكالة فرانس بريس، أكد ضابط أمريكي مشترطا عدم كشف اسمه أن هذه أول غارة تستهدف معسكرا تدريبيا للجهاديين منذ بدأت الضربات الجوية الأمريكية في العراق في 8 أغسطس. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية سومايلاند، وفي أمان الله.